سيبناه وبرافو. شوف طلع المشهد مقنع انه جذبتني عم تسمعوا بعض، فهمتوا كيف علي؟ بالاول كان مثل افلامنا اللي بنشوفها على الشاشات التلفزيونيه تعيش، صرت تخيل مثل تخيل هون على المسرح. بس كنت عم بمشي؟ نيناتكم هو كمان، اوكي ما عندي مشكله، بس برافو عليك. بس شو كان لازم هي 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 انت مزبوط، هو صار يخيل انت عرفتي مزبوط، جيتي وراه وصرتي هذا بررتي انه لحقتي لتغنجيه من ورا. بس انت مثلا صرت كثير نيرفو، انه نيرفو ما عندي مشكله، بس وقت لقيته هون عم تغني له، غني له يا حبيبي انت، بلشت بالاول دلال حبيبي انت وروحي انت، نعيد طلعت ما حدي بعدك ولا قبلك انت معي. هيدي الغنية ممكن بتذكركم بأول لقاء، ولقاء إنه أنت وقت اللي شفتي تعرفت علي وحبيتيه، فهمت كيف؟ حبيبي أنت ولا حدي بعدك، يعني أنت بصحيله بكلام الغنية عما تشعرين به وإنه بعدنا على العهد، فهمت كيف؟ جربي لي آخر مرة، أوكي، وما بدي يروح صوتك، يختنق صوتك، وروحي بمديه حياتي كله انت. انت بدك تبرري بالتمثيل كيف تقدر تقوي صوتك ويطلع الغنية على مديها، فهمتي كيف؟ ممكن تبلش بدلال، خليلها المساحة بالشغل، خليلها عادي نقد عادي، خليك هي عم ترضيك، أوكي. فوت فيها، عم تدللك وحدة مثل تانية عم تدللك وهيك بعدك متيس، خلص نسيها لني، اوكي تيس لشوف على الطريقة التونسية. حبيبي انت يلا حبيبي انت وروحي انت، لا حدي قبلك ولا بعدك انت، انت نهاري ليل انتظاري، انت نهاري ليل انتظاري، حديثي كله عنك انت. مرة تانية كملي، مرة تانية ارجعي ارجعي روحي ارجعي فوتي معه حبيبي. ايه اوكي فوتي بالتوناليتي المضبوطة هلاني على اعلى صوت، ارجعي قولي له حبيبي انت، اوكي جربي لشوف، برمي له صوت ورجعي، يعني اول مرة عم تفوتي عم تردي حل كل ما يحل حل، تاني مرة الكوبليه بتعيديه، بس بتعيديه بالطبقة العالية كما يجب ان يغنى، فهمتي كيف؟ مع انه شو بدك تعطي؟ بلشي بالاول من الاول عم غنجه يعني ايه بالاول، وبعدين تاني مره بتعيد الكوبليه. خلاص يا حبيبي شو بيكن يا زلمه؟ مش معقول بوترني الصف هيك، بوتر انا عم بشرح لو انت نازل فيا طاق، شو غصك فيا انت؟ تاخذ محلي علمها، ما بيصير هيك، جايد اشوف. حبيبي انت وروحي انت، لا حدي قبلك ولا بعدك انت، حبيبي انت وروحي انت، لا حدي قبلك ولا بعدك انت، انت نهاري ليل انتظاري، انت نهاري ليل انتظاري، حديثي كله عنك انت، حبيبي انت وروحي انت، حيت اكتر لا حدي قبلك ولا بعدك، ما بقى تغنجيها اللي بالقوة اكتر، انت نهاري ليل انتظاري، انت نهاري ليل انتظاري، حديثي كله 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 عنك انت. اوكي احسن، يعني فيك تفوتي معه، خليك شوي رح اوقف لاني، بس فيك تاني مره ارجعي خديه انت حبيبي انت وروحي، اوكي يعني تكوني اكثر انت ترانسمي، يعني نقلي هالديناميزم فيكي لإله واعي حبيبي قلت له انت وتروحي كله، فيك تاخديه وتغني له الغنيه وخلص، شو هي الغنيه ما بعرف، كسر الجو، اوكي محلك، طلع عبد العزيز، عبد العزيز وبسمة، يلا بدي تمرق كلكم، كيف زعلان ها؟ ها؟ كيف زعلان؟
هي زعلانه. انا زعلاني؟ انت زعلاني وهو بده يراضيكي. مو مو يا باش اكيد يا باش مو مو ممكن. خلص خلص يا عبد العزيز ما تحكوا ها. اوكي فوتي. اوكي عملوها هيدي فيتين زعلانين وبكيو. طلع فيي يا جوزيفين. هلا فيتي انت مسكره معك بس قررتي انه تظهري خلص تبني علاقه تانية مع شخص اخر. فيتي على مش فارقه معك هو خلص انكزيست بلو ما غير موجود. بتضبي اغراضك فيتي عم تلفني تجربي انت عم تعملي ميك اب عم تحضري حالك تظهري مع شخص اخر. خلصت العلاقه ما بقى بدي اياه. مفوت هيك يعني؟ ايه فيتي هيك ما بيصير يعني هيك؟ بيصير اه خلص في كسور في كسرة. فهمت علي؟ في كسرة خلص انكسر البريق ما بقى يلحم. كسرت الجرة بطلت تلحم بضل موجود الشعر وانت هيك مشعورة يعني. في فهمت شو بتعرف شو مشعورة يعني؟ شو ضب؟ اه مشعورة يعني في كسور خلص. فهمتي؟ اي ما لا اوكي يلا فوتي. رايحة عم تحضري حالك بدك تظهري مع شخص اخر. انت يعني بشقتك او انت هون بقوتك بالسراك خلص قررتي انا ازبلوا لعبد العزيز يحيى ميت على اجريه وخلص ابني علاقة مع يحيى وخلصنا بقى عبد العزيز واحد عزيز. اوكي فوت. عبد العزيز واحد لذيذ. يلا خلاص فيتي اعمل ميك اب راح اروح اتواعد مع يحيى. هيك جاي تتواعدي مع يحيى. يلا امشي. جرب اتصلي بيحيى موجود بتاني اوضه وعنده تليفون. مرحبا. مرحبا. واللي للحين زعلانة هذه شلون راضية؟ مشكلة الله يكون بالعون بحاول راضية مع اني طفشت منها نجم البحر هذه. ايش تحس فيه؟ يا الله الله يقرب القطة. حبيبي ايش فيك؟ هلا والبوتيفور خذيه معك وين رايح؟ اسوي لك شاي؟ مو وقته، لما اطلع كلم اللي تبغى تكلمه. قدامي ايش الاهانة هذه؟ اقول لك والله قعدت ساعة اتحايل على صاحب المحل اللي ينقص في السعر. شو بدك؟ شو بدك؟ مرحبا. ايش تحسين فيه؟ لازم اسوي نفس روميو. يا بعد هالدنيا ليه صاحبك تقسى عليه اللي اهدى لك حياته. حياته؟ لا البوتيفور. اللي اهدى لك البوتيفور وانت مستخسر تجي. شو القصه؟ بعد عني. اوكي. لا عاد يا نجم البحر كذا مسختيها. اوكي 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 عادوا. عادوا اثنيناتكم حد بعض تناخذ لكم صوره تذكاريه. ضحكني هيدا. اوكي اسمعي شوي يا حبيبي. وقع بوتيفور. اخذت هيدا بوتيفور وقع وعلى القليل لمه. لا هو طاح لانه طاح طاح لمه خلص بدك تتعطس. طرحت للجمهور انه هيدا بوتيفور وقع. الجمهور ما تحمله غبي انه وقع بده يقول اول شغله لمه. بس هو تعاطى مع نعم هو في علبه يعني شلون ما عم دا ينكب لك. لو كان بعلبة وقعت انه كمان تخاف عليها انه علبة وقعت مش انه وقع شيء جيب اكل وقع. اوكي فهمت كيف صارت خربط انه كذا معلش ما صار لهم شيء ما فيك ما تعمل له ردة فعل. بعدين مهديت يعني ما كان في ولا لحظة صمت في مشكلة.
مشكلة إنه دائما تفسير 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 تفسير. أنا كنت بفضل تفوت بالأول أشوف هي جيب لها بيتي فور شفتها قاعدة هيك، جرب تستهلك بالأول كل عناصر الأداء بالصمت. فهمت كيف؟ لجأت دغري بكل بشكل سهل وغير مبرر بالصمت للكلام. يعني قد يجوز إنه بالأول فتت هاي أوكي ما ردت، إنه بعد معناتها زعلانة، حطها تزبط للطاولة، ممكن تكون جيب لها شيء تاني قربت عليها هاي. في صمت، يعني الكلمة هي استمرار لحياة داخلية، أنت ما كان عندك حياة داخلية، وقفت هون وصرت تبر وتفسر للجمهور شو عم يصير. هذا المبدأ ما عندي مشكلة، هذا المبدأ بالكوميديا ديلارتي، أنه أنا أتشارك مع الجمهور ما يحدث على هون، على أساس هذا موجود بالطبيعة وفي قناع وبدي يوصل له كل شيء. بالمسرح الواقعي، مسرح بالسينما الواقعية، هيدي أنا الجمهور يستنتج من خلال المسرح. ما شفتك أنا ما أنك في حياة داخلية عم تحاول بالأول بلحظات صمت، لأنه لا لك شغلة. أنا شو أخذت الموقف؟ نحكى كل شيء اللي لازم ينحكى، والمحاولات استنفدت كل المحاولات سابقا. فهمت كيف؟ صار لكم جمعة، معناتها خلص ما عاد يفيد الكلام، صار بدي أفعال. فهمت المبدأ وين؟ حكي 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 حكي. اوكي بدي اقول شغله، انه انا هذه اكيد ان احنا مشكله تقريبا عند الممثل الشرقي والعربي بشكل عام، انه واللبناني بشكل خاص يخاف من الصمت، لانه الصمت بخليه يواجه، بخليه يفكر، بخليه كذا. لذلك دائما يفكر، يحكي 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 يحكي، يسرسر، يحكي، يفسر يفسر، لكي يخاف، لانه بخاف من الشعور بالوحدة بينه وبين نفسه. فهمت كيف؟ شيء طبيعي، هذه مشكلة. بس بدي اياك تتخطيها بالصف المقبل، نشتغل عليها. اوكي الله معك. انا برضه عشان عامل الوقت وهي طارت فيني. لا شو بدك بعمل الوقت؟ انا كان ممكن انه تعملوا جملة جيدة بالصمت، لحظة جيدة دقيقتين مقنعة مثل هوديك، مشكلة ما طولوا بالصمت، عملوا لي دقيقة بالصمت كانت مقنعة، ما وقفتوا وبلشوا بالكلام. انت من فوق من دخلتك كله 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 كله، يعني ما ينفع تكلم على طول. ما ينفع كلام على طول. لا بهذا المشهد انا طالب بالاول بدي مصالحة بالصمت، استنفاد كل الوسائل. يا اخي اذا كنت انت متخانق مع شخص وسبق استنفدت كل العناصر كلام، ما عاد ينفع الكلام، معناتها بدك تبرهن له انه تجرب تتصل تبني اتصال بالصمت من خلال انه بجوز تكون منتبه لقاله نبيه، وقع شغله هون تعمل له حركه جديده، وصلت انت مثلا تعرف انه بحب هيدا، جبت له هيدا، جبت له عيد ميلاده مثلا زهره، او بجوز بحب مثلا طبخه حلوه جبت له اياها، او جبت له فستان هديه، او مثلا ما بعرف عم جرب تشتريه، بس بشو؟ مش بالكلام بقى، بافعال تعملها. بالمشهد هذا خصوصا، يعني سالفة الصمت، بس اي مشهد ثاني ممكن انا اسويه عادي، يعني مو شرط اني اكون صامت. لا اكيد ما شرط، انا ليش هني شرط كانوا صامتين؟ لانك انت طلبت كبدايه لازم انه اكون صامت. اي انا بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك الكلام يجب ان يكون مقنع. انتبه، الكلام هو استمرار لحياه داخليه. يعني مثلا ابدا الموضوع مثلا اي مشهد غير هذا. ممكن كان ممكن باي كان ممكن تفوت فيه، ولو جاي عم تغني يا حو هذاك يبلش بالكلام عم يغني حياتي، بلش عم يغني لها هيدا وفات وغنى، ما عندي مشكله. بس انا وقت اللي بيكون في مجال استنفد الكلام غير مبرر، في لحظه صمت بده يكون معيوش الصمت. طب الان احنا في ليفان محكومين بوقت، اوكي، فما يكون في عندي وقت اني. وين محكومين؟ هلا محكوم بوقت؟ لا في ليفال كمان شوي. انا ما عم احكي عن ليفال، عم احكي عندك هون. وانا عم بقول ان كنت كلام تكلمت، الكلام يجب ان يكون مبرر. وان كنت يعني. صمت صامت، الصمت يجب ان يكون مبرر. شوف ملابسي. بعده؟ يا